خلينا بقى ندخل على طول في استعراض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر النهاردة. هنبتدي جولتنا من القاهرة من كوبري 15 مايو اللي بيشهد سيولة مرورية نسبية. لو بصينا على الكورنيش هنلاقي فيه كثافات مرورية بسيطة، هتزيد بعد شوية للمتجه لميدان التحرير، وكمان بعض الكثافات اللي هتكمل معانا لغاية المعادي وحلوان. لو بصينا بقى على طريق الأوتوستراد للاتجاه الجاي من مناطق التبين واتجاه معادي هنلاقيه مغلق وفي تحويل لحركة المرور للاتجاه الآخر تزامنا مع القيام بتنفيذ أعمال مشروع القطار الكهربائي السريع مرورا أعلى طريق الأوتوستراد، وده بجوار القومية للأسماك. مطلع المقطم اللي كتير بيبقوا دايما قلقانين منه المتجه لمحور صلاح سالم، احنا عارفين ان هو مغلق لغاية منتصف شهر اغسطس. هنروح بقى بعدها في اتجاه كوبري اكتوبر ونشوف مع بعض مناطق الاسعاف ورمسيس. احنا شايفين كثافة مرورية على طول كوبري اكتوبر ولغاية نزلة غمرة والعباسية. اما لو بصينا بقى من عند شارع بورسعيد واللي هياخد الشارع لغاية الشربية وحدائق القبة ولغاية كوبري السواح والامرية والعكس، هيلاقي طبعا كثافات عند كوبري الزاوية حمرة ومنطقة الويلي. باختصار كده هنقول ان الكثافات المرورية في القاهرة هنلاقيها بسيطة، لكن بعدها هيزيد طبعا مع فترة الذروة الصباحية. نستكمل جولتنا في شوارع الجيزة. الإدارة العامة للمرور أعلنت حركة السيارات على محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر لميدان لبنان، وده مع استمرار تحويل حركة المركبات القادمة من ميدان لبنان اتجاه مدينة 6 أكتوبر ولغاية طريق الإسكندرية الصحراوي. هناك هيحصل تحويل وهنشوف أن الطريق المستحدث تم إنشاؤه يمين محور 26 يوليو هو ده المفتوح فقط. قبل بقى ميدان لبنان محور 26 يوليو هنلاقي فيه كثافات مرورية بسيطة ولغاية نادي الزمالك ومطلع كوبري 15 مايو. أما بقى لو بصينا على محور صفت هنلاقي كثافات مرورية. لو بصينا بقى في اتجاه شارع الهرم اللي ابتدت تظهر فيه طبعا كثافات بسيطة عند مناطق مشعل، وكمان هنلاقي كثافات مرورية متحركة لو كملنا لغاية مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية، وده متوقع في مثل هذا التوقيت. ولو بصينا لمحافظة الإسماعيلية اللي هنروح لها دلوقتي حالا هنلاقي اللي رايح المحافظة من خلال الطريق الصحراوي في سيولة مرورية كبيرة جدا هتستمر من أول القاهرة ولغاية مدخل المدينة. اللي هيتجه من خلال الطريق الزراعي هيلاقي طريق ترعة الإسماعيلية كويس، لكن هنلاقي فيه بعض الكثافات عند مدخل عدد من المدن على طول الطريق. أما بقى لو بصينا على مدينة الإسماعيلية هنلاقي السيولة المرورية موجودة في كل الأماكن خصوصا على الطريق الدائري حوالين مدينة الإسماعيلية وطريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم، كل ده هنلاقي سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة اللي مش هتأثر على الطريق. لو بصينا بقى للمتجه لطريق بورسعيد في سيوله مروريه في طريق الاسماعيليه وبورسعيد، اجمالا محافظه الاسماعيليه ما فيهاش اي مشاكل خالص النهارده. خلينا نتحول بقى من منطقه القناه ونروح لجنوب الصعيد ونكمل مع محافظه سوهاج. هنبتدي فيها من محطه القطار اللي هنلاقي فيها عندها كثافات نسبيه، ونكمل بعدها ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط بين عده طرق رئيسيه وكل ده فيه سيوله مروريه. بعض الكثافات هنلاقيها اعلى نهر النيل، وكمان الطريق المؤدي للجامع هنلاقي بعض الكثافات النسبيه وكثافات نسبيه عند طريق مستشفى جامعه سوهاج. كمان هنلاقي كثافات مروريه بسيطه هتزيد مع ساعات الذروه الصباحيه عند المستشفى العام، وهنلاقيها كمان عند مجمع المحاكم وشارع التحرير. اخيرا طريق الزراعي، كل ده والزراعي الغربي هنلاقي فيه سيولة مرورية تامة ومفيش أي مشاكل. دلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع مع حضراتكم متوسط أسعار صرف العملات الرسمية. الدولار الأمريكي بيسجل 19 جنيه و9 قروش للشراء، 19 جنيه و17 قرش للبيع. اليورو بيسجل 19 جنيه 47 قرش للشراء، 19 جنيه 56 قرش للبيع. الجنيه الاسترليني بيسجل 23 جنيه و13 قرش للشراء، 23 جنيه و24 قرش للبيع. الفرنك السويسري بيسجل 19 جنيه 95 للشراء، 20 جنيه و4 قروش للبيع.
اليوان الصيني بيسجل 2 جنيه 82 قرش للشراء، 2 جنيه 83 قرش للبيع. الريال السعودي بيسجل 5 جنيه و8 قروش للشراء، 5 جنيه و10 قروش للبيع. الدينار الكويتي بيسجل 62 جنيه 26 قرش للشراء و62 جنيه 54 قرش للبيع. والدرهم الإماراتي بيسجل 5 جنيه و19 قرش للشراء، 5 جنيه و22 قرش للبيع. وبالنسبة بقى لمتوسط أسعار الذهب، خلينا نعرف الجرام بيسجل كام. عيار 18 الجرام بيسجل 917 جنيه، عيار 21 الجرام بيسجل 1070 جنيه، عيار 24 الجرام بيسجل 1223 جنيه، والجنيه الذهب بيسجل 8560 جنيه. أما مشاهدينا اللي مستنيين يعرفوا درجات الحرارة، هنستعرض معاهم دلوقتي جولة سريعة في أحوال الطقس. الطقس النهاردة هيكون حار ورطب على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية، وهنلاقي فيه ارتفاع في نسب الرطوبة بالنهار، وده هيزود الإحساس بالحرارة أكتر من المتوقع من درجتين، وممكن يوصل لأربع درجات زيادة. كمان في النهاردة شبورة مائية الصبح على الطرق المؤدية من وللقاهرة الكبرى والوجه البحري السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفي كمان فرص أمطار خفيفة ممكن تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة هتكون 34 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 43 درجة، والأقل في مطروح 30 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد قليل.